مرحبا عائلة بعد وآخر، ماذا لو كنت تتوفر على وجهين وأربعة أعين؟ كيف ستكون ردة فعلك؟ لنتابع قصة إدوارد الذي كان يتوفر على وجهين. رجل عاش بوجهين وفمين وأربعة أعين وأنفين وأربعة أذنين، وجه في مكانه الاعتيادي ووجه إضافي خلف الرأس، وجه يقوم بجميع الحركات والأمور الاعتيادية من أكل وشرب ويتنفس ويبكي ويضحك، ووجه صامت لا يمكن استئصاله. قد نقول في حياتنا عن الشخص ذي المعايير المزدوجة أو المنافق إنه إنسان بوجهين، لكن هذا الشخص امتلك وجهين حقيقيين بالفعل. شاب موسيقي صاحب موهبة فدة وكان يتسم بالذكاء الحاد، لكنه انعزل عن الحياة الاجتماعية مع الناس ورفض السماح لأي أحد بزيارته ولو كان من أهله المقربين، ذلك لأن إدوارد مورداك له وجه آخر بالإضافة إلى وجهه العادي، وهو وجه رجل آخر في مؤخرة رأسه. ولد إدوارد في القرن التاسع عشر من طبقة النبلاء الإنجليزية، وهو الوريث الوحيد للاندي الإنجليزي، وهو لقب وراثي في المملكة المتحدة ويتشكل منه صفوف النبلاء. لم تكن ظاهرة إدوارد الوحيدة، بل كان أكثر شيوعا عالميا، وتوجد حالة ثانية في الصين لتشانغ بينغ زو، ولكن هذا لم يكن وجهه الآخر في الخلف، بل كان في الجانب الأيمن من وجهه الأصلي. ووجدت بعض الحالات الطبية الحقيقية بأعراض مشابهة لولادة التوائم الطفيلية، تحدث حوالي 4-6 مرات من كل 10 ملايين ولادة، حيث يولد الطفل مرتبطا بتوأم طفيلي برأسه وجسم غير مكتمل. نعود لإدوارد، حيث توسل لطبيبه بأن يحطم أو يدمر هذا الوجه من رأسه، حتى إذا أدى هذا التدمير إلى موته كان مستعد للموت ليزيل ذلك الوجه. وبالرغم من العناية الفائقة التي وجهها له أهله وطبيبه الخاص، سمم إدوارد نفسه وهو يبلغ من العمر 23 عاما، وترك رسالة يطلب فيها من طبيبه الخاص تحطيم ذلك الوجه الشرير على حسب قوله قبل أن يدفن، ويقول في رسالته: لا أريد أن أعيش مع هذا الشيطان في قبري كما عاش معي في حياتي. شكرا على المتابعة. أصدقائي، لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو أن تقوموا بالإعجاب، وإذا أعجبكم محتوى القناة أن تقوموا بالاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.